بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة هنتعرف على نبات من نباتات الزينة المهمة جدا خاصة للنحل، وهو نبات عنبر كشمير. النبات ده اسمه في اللغة الإنجليزية البلانكت فلاور، اسمه العلمي الجلارديا جراند فلورا. بيتبع فصيلة الأسترياسي، مشهور في بعض الدول باسم المدخلة أو الخلدونية خاصة في العراق. الاسم العلمي للنبات، الاسم الإنجليزي اسمه بلانكت فلاور. النبات ده حولي شتوي، حولي شتوي، بيزرع في شهر من أول شهر يونيو إلى شهر نوفمبر، وبيظهر في شهر ديسمبر حتى مايو من العام الذي يليه، يعني بيستمر في الإزهار لفترة طويلة. بيبلغ طول النبات حوالي 60 سنتيمتر. ورقة النبات ورقة رمحية، مسننة بشكل غير منتظم. النبات بيدي أزهار شعاعية بالشكل ده، جميلة جدا، ليها ألوان مختلفة باختلاف الصنف. في منها اللون الأصفر الفاتح، فيه الأحمر الداكن، فيه الأصفر المحمر، فيه النحاسي الغامق، وكل لون له صنف معين. طبعا بنزرع النبات عشان جمال الأزهار الرائعة دي، زي ما شايفين نحل العسل على الأزهار، وبياخد منها كم كبير جدا من حبوب اللقاح. النبات أنا لما بزرعه في المشتل كبذرة بيديني شتلات كبيرة جدا. لما بيوصل طول الشتلة من حوالي من 5 لـ 8 سنتي ببتدي أعمل له تفريد في الأحواض، سواء في الحدائق أو في أحواض حوالين مشتل النحل. دي طبعا نورات عقدت، وحاليا كونت بذرة. ده شكل النورة اللي عقدت، ده شكل البذرة، والبذرة شوكية على فكرة، مرصوصة على النورة الهامة دي، بتتفرد اهي. كل شيء عن النبات بالتفصيل هتلاقوه ان شاء الله في صندوق الوصف. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير لتعم الفائدة على كل هواة زراعة نباتات الزينة. شكرا لكم، مع تحياتي دكتورة رقية. ده أحد نباتات العنبر اللي فيها عدد كبير جدا من النورات الناضجة لإنتاج البذور، وما زال النبات يعطي أزهار ونباتات جديدة.